عليكم. أنا هاي القارية متاع أحمد سالم وسيدي موسى، كنت يكون سيد ثالثة مع حزب التواصل، مع حزب التواصل كون سيد ثالثة المجلس الجهوي، إذا الشوط الفاتة خاض، ولين راجعت حساباتي وراجعت معلوماتي ذا هي أنا متراجعة عن ذاك الحزب، عاد في حركات قبلية وفي شيء ما وضح لي توه عنصري، وأنا نبغي لا موريتان مستقل مستقرة ومستقلة، ولا فيها عنصرية ولا فيها شيء، فيها صالح برنامجها صالح، وذاك الحزب أنا متراجعة عنه، وعدت رئيس حزب لبير وشعبيتي كاملة اللي فات طيل الحملة سابق الحملة بشهرين ندفع فيها وننسقها، نسق فيها إن شاء الله هم حالا راجعة لها ننسق فيها، وماشي معايا مولي كاملة، ذاك اللي اتصلت عليه منها ماشي معايا، وذاك ما فتشيت مولي ماشي معايا، كان ماشي عن الحزب اللا بخلاقي أنا، وعدت راتبولي.